عم جميل اللي بيتابع مسلسل حلقة خاصة هيبقى سعيد جدا باللقاء النهاردة اللي هنعمله، لأن المسلسل هو نفسه كمان حلقة خاصة. عم جميل بيطل علينا بوجهه الطيب الجميل لدرجة إن أنت تبقى عايز تروح تقابل عم جميل ده شخصيا، أو يا ريت يبقى عندي عم جميل في حياتي. واللي هي فكرة الأبوة اللطيفة، الأبوة مع الصداقة، اللي هي في أبوة وصداقة وحالة جميلة جدا بينه وبين الفنان طه الدسوقي. ناس كتير جدا سألت مين صاحب هذا الوجه المريح، رغم أنه فنان عظيم وعنده أعمال كتيرة مختلفة وملحن كمان رائع وموسيقي مبدع، واستمتعنا وارتبطنا بالموسيقى بتاعته الحقيقة سنوات طويلة من خلال موسيقى تصويرية قدمها، ألحان كتير مختلفة لمجموعة من أفضل الأفلام والمسلسلات والمسرحيات ولنجوم الصف الأول، قدم كمان ألحان كتير جدا في أفلام كتير، عمر وسلمى لو حضراتكم في الجديد اللي بتشوفوه أجزاءه الثلاثة، في كمان خطة جيجي، الدادة دودي، وقدم كمان حاجات يعني مختلفة، مرجان أحمد مرجان، ومسلسلات كمان يعني لو قعدنا نتكلم عليها فكركم مثلا بتامر وشوقية، مسرحيات زي ما بقول كان كمان ليه دور كبير فيها زي عفروتو، قصة الحي الشرقي، يعني حاجات كتير متنوعة جدا قدمها. فخليني أقول إنه الحالة الخاصة اللي انتوا بنتكلم عليها هو حالة فنية، فهو ده الفنان يقدر يعمل كل حاجة. في ضيافة التاسعة الفنان نبيل علي ماهر، منورني. الله يخليك، ده نورك. منورني النهاردة، وأنا حبيت أقول كل الأعمال دي لأنه ناس كتير عارفاك وناس كتير ما تعرفش كل هذا المجهود الكبير. وبيسألوا مين الراجل الجميل اللي في المسلسل ده. هو طبيعة الشغل كموسيقى تصويرية وكده وملحن ما بيبقاش معروف للناس، يعني هم بيبقى عارفين الاسم بس ما يعرفوش الاسم مع الوش، يعني ما يعرفوش. لما الواحد بيطلع بقى في دور تمثيلية أو تمثيلي يعني وكده الناس بتعرفه على طول. النهاردة الناس بتقابلني على طول، عامل جميل عامل جميل. النهاردة كنت في معرض الكتاب، حاجة غريبة جدا. الحمد يعني لله. المسلسل عامل حالة حلوة جدا مع جداً الناس، حالة جداً خاصة جداً. والحالة اللي بينك وبين البطل طه الدسوقي كمان حالة خاصة، ظهر ناس مفتقدة الأبوة اللذيذة دي. يعني هو كلنا مفتقدين الحقيقة عم جميل في حياتنا من زمان، يعني ده صحيح. الإيمج ده لطيف قوي. أيوه. النموذج ده جميل جدا، ويا ريت يبقى موجود في كل حياة كل الناس. صح. مش لازم يبقى عنده توحد أو حاجة. صح. وبعدين طه الدسوقي الحقيقة فنان رائع، متميز رائع. جدا جدا وموهوب، يعني احنا منبهرين. دي أول مرة تشتغل مع طه الدسوقي؟ أول مرة. احنا منبهرين بيه جدا، بس هو هيبهرنا أكتر بكتير بعد كده، لأنه هو أنا عارف بقى موهوب قوي قوي قوي. حينطلق.